السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فاكرين الطحينة اللي كنا عملناها قبل كده؟ النهاردة جايين نعمل بنت عمها الطحانية، بس هنعملها بالشوكولاتة. هتعمليها هيتهبلوا عليها. يلا تعالي كده بسرعة عشان اقولك تعمليها ازاي. بصي يا ستي، انا جبت الطحينة اللي انا عملتها وحطيت عليها لبن بودرة وعليها سكر كمان بودرة، السكر زي ما انت ما بتحبي، وتقلبيهم مع بعض كويس، وتروحي نازلة بايه؟ بالكاكاو. مش عايزة تعمليها بالكاكاو؟ خلاص مش مشكلة، وتقلبيهم كويس خالص مع بعض لغاية ما تبقى معاكي سمكها ولا تقيل قوي بحيث ان هو ما يتلمش، ولا هو سائل قوي ان هي ما تتشكلش معاكي، يبقى سمكها وسط. ماشي، تجيبي فول سوداني عندك تكسريه، تحمصيه الاول وتكسريه تكسيرة بسيطة وتحطيه في النص. عندك مكسرات تانية حطي بس، وتحطيها في التلاجة 4 5 ساعات، وبعد كده تطلعيها بالمنظر ده وتقدميها.